إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. سيد رئيس المحكمة الابتدائية بصوت الصوت، سيد وكيل ملك المحكمة الابتدائية بصوت الصوت، سادة رجال السلطان، سيدات السادة النواب والمستشارون، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السيدات والسادة رؤساء المصالح الأمنية والمصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء. أيها الحضور الكريم، تفعيلا للمنهج الأولوي السامي الرامي إلى تدبير الشأن العام في إطار اختصاصات المنقولة للإدارة الترابية وفق قيم الفعالية والنجاعة من خلال الإنصات للمواطنين وتلبية حاجياتهم وقضاء مآربهم، وعلى إثر الحركة الانتقالية الدولية التي أجرتها وزارة الداخلية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي الاستفادة من الخبرات المكتسبة لرجال السلطة من خلال تجاربهم الميدانية في مختلف القيادات التي أشرفوا عليها حول التراب الوطني، تعززت الوحدات الإدارية الترابية التابعة لعمالة إقليم خير وصالح بتعيين مجموعة من أطر الإدارة الترابية الوافدين من مختلف عمالات أقاليم المملكة. وفي هذا السياق يشرفني أن أترأس في هذا اليوم المبارك حفل تنصيب السادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بهذا الإقليم في إطار هذه الحركة الانتقالية التي تهدف إلى إعطاء نفس جديد للإدارة الترابية وتجديد روح المبادرة في دواليرها وتحقيق الفعالية خدمة للمصلحة العامة من خلال تأسيس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي وخا تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، مع بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية جديدة ومتجددة تواكب التطورات التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وفق مقاربة تتوخى الرقين بالإدارة الترابية إلى مستوى الإدارة الفاعلة القريبة من قضايا المواطنين الصاهرة على مصالحهم، وذلك لتكريس المفهوم الملكي للسلطة الذي ما فات أن يؤكد عليه صاحب الجلالة حفظه الله في مناسبات متعددة باعتباره السبيل الأنجع لتدبير الشأن المحلي. وبذلك وجب على الجميع الانخراط بروح إيجابية في تمثيل هذا المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع لما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين. ومن هذا المنطلق فإن الحركة الانتقالية إن مهمة رجل السلطة مهمة شريفة تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية والقرب من المواطن والتواصل المستمر معه والإنصات لانشغالاته الملحة والصهر على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية. فرجل السلطة الناجح هو الذي يتعرف بسرعة على منطقته الترابية ويتفاعل مع انشغالات ساكنتها وفق هذا المنظور. أهيب بالسادة رجال السلطة الملتحقين بالإقليم إلى أن يكونوا شركاء وفاعلين رئيسيين في تحريك المدني بضرورة انخراط بكل وطنية في إنشاء البرامج المحلية ضمانا للتنمية المستدامة والدفع في اتجاه تحقيق الاستقرارية في البرامج التنموية التي تهدف إلى رفع نوعية رعاية صاحب الجلالة حفظه الله. كما لا يفوتني أن أذكر السادة رجال السلطة سواء الملتحقين أو العاملين بدائرة نفوذ هذه العمالة بالتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده قصد التحلي بروح المسؤولية والتفادي كل تقصير في أداء الواجب المهني
علما ان تولي مناصب مسؤولي بهيئه رجال السلطه يستجيب لمعايير الكفاءه ويستدعي بذل الجهودات للاستجابه. مزداد بتاريخ 20/2/1965 بمدينه الجديده، خريج المعهد الملكي للاداره الترابيه، حاصل على الاجازه في القانون، وقد سبق له شراء المناصب التاليه: قائد رئيس الملحقه الاداريه الخامسه بعماده الجدار، قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بعمالة مقاطعة مولاي رشيد، قائد رئيس الملحقة الإدارية دار السلام بعمالة الرباط، باشا مدينة بني نصار بإقليم الناظور، باشا بشوية الأولاد بشوية الأولاد بإقليم سطات، باشا مدينة واد لاو بإقليم تطوان. السيد محمد البخاري. محمد البخاري الذي تم تعيينه رئيس الملحقه الاداريه الاولى باشويه سوق السبت قادما من اقليم جراده، مزداد بتاريخ 7/2/1988 بمدينه اسا، خريج فوج 51 للسلك العالي مع الملكي الترابيه، حاصل على منصب القانون، وقد سبق له ان شغل المناصب التاليه: قائد قياده تزنانتا باقليم زاكوله، قائد رئيس الملحقه الاداريه الاولى بعين مطهر باقليم جراده. حضرات السيدات والسادة، يسعدني في ختام هذه الكلمة أن أشكر بصفتي الخاصة ونيابة عن السادة المنتخبين ورجال السلطة والمصالح الأمنية وأطر وموظفي هذا الإقليم، جميع السادة رجال السلطة الذين غادروا الإقليم، وأخصهم بالذكر السيد منير الشعيبي رئيس المنتخبية، والسيد عبد الكبير جراج باشا مدينة خير صالح الذي تم تقييده ككاتب عام بإقليم توريت، السيد منير الشعيبي مدينة برشي في إقليم برشي رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم برشي، الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى خدمة إصلاح صالح العام والدفع لعجلة التنمية لربوع المملكة المغربية الشريفة. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.